this is an amazing dress of her, and she always looked perfect, and this is amazing. Look at this, pictures. She looks so perfect. She is perfect. These are the details. This is awesome. Very nice. We want to see more pictures of her. And this one. She is so fashion. باشا اقوى مخلوق على وجه الكره الارضيه. هو الطابون ديال الحياه بلا بشر كيفاش كانت تكون؟ ولا صاحبي الطيور الحيوانات كيدوروا حنا كيلعبوا ولاد القحاب هادو من ولاد القحاب هنايا. الاخطر قنص الطابون ديما هو هذاك بنادم اللي كيكون كيكون مثلا في شي بلاصه وكيبقى يدير شي حوايج وما كيدير راسو بحال ما كيتسوقش لواحد اخرين بحال واحد اخرين ما كايناش شي لكن كيدير هو ما واعيش بيه عاود القحبه ما واعيش في الدراسة صاحبي الدراري واقفين في كاين هذاك المحل بلاي ستيشن الصوت صاحبي دخل تل عندي تل تل قريبة صار من السفة قريبة وحدك خيه دا معاه بينك بحال بعنا ميكان هضو بحال هكا ايش تبقى شو يسمى واحد اخر شو يسمى واحد اخر يا اه بنوات وهذا يجيبو خاصة الهضرة خاصة الهضرة تنسيب الاثنين ديما مش شارجة مثل ما يجيبوش بدينا انا وياك بالهضرة ما كتخسرش دابا هذيك الغوطة اما الخسارة الهضرة ديك الساعة نجيب عزوز نسجلو في اس بي ونصبا شي طوموبيل وندير فيها البيفون نحط حدا الدار ديالو ونطلع عرفتي خطا عزوز